شناوي. ازاي ننقل التجربة المصرية على الأرض العراقية؟ شوفي، العراق يحتاج إلى كل شيء. العراق حتى يستورد خضروات الطعام العادي. البنية الأساسية منهارة تماما. أنا بكلمك عن تجربة لأني قضيت سنوات طويلة كمدير لمكتب الوكالة في العراق. فالعراق يحتاج إلى كل شيء. حضرتك قعدت كم سنة؟ أنا قعدت 4 سنين، سنوات الفتنة الطائفية، الحرب الأهلية، قتل على الهوية على الاسم. قضيت هذه المرحلة هناك من 2006 من نص 2006 لاخر 2010. يعني اصعب، عشت اصعب سنوات، اصعب سنوات يمر بها العراق او اي دوله في العالم. ايه هناك؟ معلش حقيقه شوفي، يعني من واقع من يعني واقع من, من لا يعني خلينا نتكلم على ما يخصنا كمصريين، لان التجربه طبعا كبيره والفت فيها 3 كتب يعني متاحه. انما خلينا نتكلم على التجربه المصريه. العراق يحتاج الى كل شيء. العراق لا توجد به كهرباء ثابته ويعتمد في كهربته على ايران، وهذا يعني الكثير من العند بالنسبة للعراقيين. الزراعة العراقية دمرت بسبب تدمير كل البساتين الكثيفة التي كانت تختبئ فيها التنظيمات المسلحة. البنية الأساسية العراقية سواء طرق أو كل أنواع البنية الأساسية التي يمكن أن تتخيليها، رغم ثروات العراق ورغم ما صرف من مليارات وما يعرف هناك بالميزانيات الانفجارية، يعني لما تبقى ميزانية 100 مليار دولار على شعب 30 مليون يعني كانت تعمل حاجات كويسه قوي. فالعراق بنيته التحتيه مدمره تماما حتى الان. فالعراق يحتاج كل شيء. الان مصر قدمت نموذج عملي في هذه التنميه التي تعتمد على امكانيات ذاتيه بسيطه جدا، وبهرنا العالم بما حققناه من انجازات غير مسبوقه بشهاده كل المنظمات الدوليه. والدليل على ذلك صندوق النقد الدولي الذي كان بالامس او اول امس يجري المراجعه الثالثه للقرض المصري، وهذا شهاده ثقه غير محدوده في الاقتصاد المصري. التجربه العراقيه في يعني في العنف وفي الارهاب حقيقه تجربه مريره ومقيته، ويجب الا يعني نرسم صورة وردية للمشاهد. يعني يجب برضو أن نضع بعض التفاصيل أمام المشاهد. لن يمكن تنفيذ كل هذه المشروعات الطموحة إلا بالاستقرار السياسي. والاستقرار السياسي يعني التخلي عن النفس الطائفي الذي دمر العراق طوال 17 عاما منذ الغزو الأمريكي في العام 2003. ولا يمكن أبدا للتنمية في العراق أن تتم وأن تستفيد من التجربة المصرية ما لم تكن هناك حواضن آمنة للعمالة المصرية. لأنك أنت العراق هيحصل إزاي؟ العراق ده هيحصل ازاي؟ يعني الضمانه، شوفي، هي مساله الضمانه بتعتمد على التفاهمات. هناك دولتان هما اساس كل ما يحدث بالعراق، دولتان رئيسيتان، يعني خلينا على امريكا على جنب لان امريكا دي حدوته ثانيه، انما ايران الجارة الشرقية وتركيا الجارة الشمالية، وهما المستفيدتان من الوضع القائم بالعراق، ولن يتنازلوا بسهولة ولن يسمحوا لك بسهولة أن تدخلي هذا المضمار. ليه؟ حجم التجارة بين إيران والعراق 20 مليار دولار.